اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحبوا بكم اجمل الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودكم هذا البرنامج دائما يطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل يوميات مواطنينا الاحبه في بغداد. اليوم ارتينا نكون في علوه الرشيد، واحده من اهم المناطق التجاريه والعلاوي التجاريه لبغداد، واحدة من أهمهن، هن ثلاثة اللي هي جميلة والشعلة وأيضا علوة الرشيد، لكن من أهمهن وأقدمهن علوة الرشيد. بعد دخولنا لهذا المكان تحديدا، الأخوة في إدارة العلوة أبلغونا بموضوع، قالوا أنه هل معقول أنه شارع خدمي يتم غلقه بصبات؟ تلقائيا تقول لا، ما ممكن، يعني ليش الموضوع، يعني اذا فعلا بقضيه فساد وبقضيه اموال تدفع لهذه الناس لغرض غلق الشارع على العلوة، هذا مو بصدد هذا الموضوع، لكن هذا تنويه للاخوه، ايضا نودي رسائلنا للسيد قائد عمليات بغداد وايضا السيد عميد عباس مدير الاعلام، ايضا رجل متعاون وجدا متعاونين، ايضا الاخوه في قياده القوات الشرطه الاتحاديه في وزاره الداخليه، ايضا الاخوه متعاونين، ولواء انور ايضا لابد انه يستمع الى هذه المناشده. غلق طريق حيوي مهم وفتح طريق اخر بالقرب من هذا الطريق، الغايه شنو؟ اكو علاوي بعد علوة الرشيد لانه جديده، لانه انا ما اريد اتحدث بهذا الاسلوب، لكن من المنطق انه او من الجانب المسؤوليه لازم نسولف فيها، يعني قديم وحاطين يعني السيطره، وكان خدمي، هو خدمي الان شارع خدمي لكن اغلق بسبب الصبات اذا تلاحظ علي، ومنع دخول السيارات الى العلوه، هسه منعها بشكل واضح، لانه القضيه الان بيها حسب ما سمعت انا قبل شويه هم من الاخوه بالعلوه اصحاب المكاتب، قالوا والله بيها دفع فلوس، يعني يا ترى دفع الفلوس تسبب هالاجراء هذا بخصوص موضوعة العلوة، لو اكو بيها التفات او قانون حتى يتم دراسة الموضوع وتحليل الموضوع وبالتالي تحل هذه المشكلة. عموما طبعا البوابة الرئيسية لعلوة الرشيد اللي اغلق الباب الرئيسي لهذه العلوة بالكتل الكونكريتية. احنا عادة دائما من نتواجد ميدانيا نسولف بالموضوع المحلات والاسواق اللي نزورها والمناطق الصناعية اللي نزورها والمناطق التجارية في بغداد نزورها، ونسولف اول ما نسولف على وضع اقتصادي، لانه المحرك الاساس للاقتصاد هو الوضع الاقتصادي للناس، يعني عنده امكانية يتسوق، عنده امكانية يشتري، عنده امكانية يتبضع ما يشاء، لكن اذا جيبه فارغ اكيد ما راح كل شيء يسوي، ما راح يقدر يتبضع اللي يريده. علوة الرشيد ايضا من ضمن سلسلة العمل اللي موجودة بقضية بقضية الاقتصاد، لانه جانب اقتصادي صار انا بالخدمة ابوي مانو وانت، من الجانب الاقتصادي من تسولف تقول مثلا وضع اقتصادي متراجع متردي بمشكلة، أكيد يعم على الكل، أبو المكتب يبيع لأبو المخضر اللي بالسوق عندنا، يبيع له يمكن سيارة سيارتين مثلا على سبيل المثال، يعني هذا مو اختصاصي، لكن أنت الآن حسب ما سمعنا ظلت الناس تسوق نص المسواق، يعني قدرة شرائية للفرد ما موجودة، لذلك كلها تتعب بعد الموضوع الاقتصادي. أبو إيمان هواي دزونا عليه، حتى الأخوة
السلام عليكم. صحة. حياك الله. زين ان شاء الله. شلونك يا حبيبي؟ عافيتك. زين ان شاء الله. بخير ذات بخير. الله يوفقك يرحم والديك. شلونكم؟ الله يوفقك. شلون وضعكم؟ الله يحفظك يرحم والديك. الله يديمك. احنا اول ما سولفنا وقفنا هنا يمكن اكثر من 3 مكاتب او 4 قالوا لنا فدوى بس شوفوا لنا سالفة الصبات شنو؟ سالفة الصبات شنو موضوعها؟ أصولية غلقتها لو مو أصولية؟ والله هاي وجود الصبات يعني تقريبا صار حوالي 6 أشهر. الجهة المنفذة اللي وضع الصبات على علوة ما حد يعرفها، لأن اكو خلل بنيوي بالدولة العراقية، تعدد السلطات ما نعرف وين نروح نقدم شكوى نعترض ما ندري منو. فاكو خلل بنيوي بالدولة العراقية، مؤسسات الدولة العراقية ما نعرفها منو. من اللي وضع الصب؟ الادارات العلوي يقولون مو احنا، قياده عمليات بغداد يقولون مو احنا، ما ندري منو. من السما ذا ما ندري، والله ما نعرف، ماكو خلل بنيوي بالمؤسسات الدوله العراقيه، هذا يعتبر جانب من جوانب الفساد، بس ما نعرفه من شخصه منه. فانا من هذا المكان كاكثر المتضررين، احنا شوف ذولا كلهم كسبه والضر متضررين من هذا، من محطتكم زاكاروس. الناشد قائد عمليات بغداد، والناشد السيد مقتدى الصدر الله يحفظه رجل المرحلة، برفع الصبات من علوة الرشيد ووجود حلول. إنه الناشد سيد مقتدى حفظه الله من هذا المكان رجل المرحلة أن يوضع النحت، لأن تعدد السلطات ما نعرف وين نشتكي. والله العراق بيه حوالي 200 حكومة تقريبا واكثر، انا يعني اذا ما بالغ اكثر من 200 حكومه، فمنو المسؤول هاي الوضعيه؟ منو ما نعرفه. فمن خلالكم انتم السلطه الرابعه، الناشد سيد مقتدى حفظه الله ورعاه ان يوضع لنا حد لهاي الوضعيه. قلبك مرر؟ لا ما مرر، بس حقوق عندنا. والله اريد اعرف منو هذا وضع الصبات على مود نروح له. ما ندري يا اهل الروح ليه ذبح على غيره، ما ندري من الموضوع وين. من الشرطه الاتحاديه راحوا للشرطه الاتحاديه، القياده عمليات بغداد راحوا، ماكو باب ما دقوا، يقولون مو احنا. من هو ما ندري والله قسما بالقران. فمن خلالكم انتم السلطه الرابعه، ونشكر جهودكم، وانتم قنوات يعني تريد تقدمون توصلون صوت المظلوم للحكومه. هذا صوتنا. اناشد واكرر، السيد مقتدى حفظه الله ورعاه يتدخل ان يرفع لنا الصبات، لان ايسنا من كل مؤسسات الدوله العراقيه، مؤسسات ينخرها الفساد، وما نعرف من جاب الصبات وخلاهن من خلالكم. هاي مشاكلنا. وهاي صار لك هنا؟ صار لي انا حوالي 29 سنه اقدم واحد بعلوة الرشيد، اقدم واحد، ما حد تجرأ وسد صبات وحط. والله هذا يا عبقري ويا مفكر سواها ما ادري، يجوا اصطاف عليه ما ادري بالبناء قال له سدها، والله ما ادري. فالناشد ارفعوا لنا هاي الصبات لان تضررنا، بطاله شغل ماكو، تعيينات ماكو. انا بالنسبه لي مشغل 10 نفرات، هسه واحد مشغل. ليش؟ لان متضايق ان نطي ايجارات ومتضررين، عملنا قل، واهل المكاتب ويانا هم كذلك كلهم متضررين. فاكرر، اناشد السيد مقتدى حفظه الله ورعاه رجل المرحله ان يوضع لنا حل، لان ايسنا من كل مؤسسات الدوله العراقيه البائسه. جدا ممتن. وانا خادم. تحياتي. ممنون. طيب الله يبارك فيك ويسلمك ويعطيك الصحه والعافيه. يعني من 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 10 اشخاص، من 10 عمال الى عامل واحد بحسب كلامه يعني. اذا الضرر الان، الضرر مو بس صاحب المكتب ولا صاحب العمل، الضرر الان ضرر حتى على العامل، ضرر ابو الاسواق، ضرر ابو المكتب، ضرر العمال اللي موجودين بهذه المنطقه اللي يشتغلون وشغلهم ماشي من 29 سنه. على حكايه ابو ايمان يقول يمكن طاف علي بالمنام واجى سد الصبات، والكارثه والاكبر انه لحد الان ما يعرفون ابو الصبات منو سده، من جاب الصبات ما حد يعرف. عجيب عجيب. أنا اليوم بصدد موضوع اقتصادي، لكن من تشوف موضوع بهذا الشكل، خلينا نعطيكم اياها من الأخير لأنه ملف فساد. ليش أظل أفتر على نقطة؟ لا، أجيبها ترس. موضوع ملف فساد، لأنه 29 سنة ما حد تجرأ يسدها لأنه قانونية. اليوم لا، دخلنا بإشكال. من تنسد بهذا الشكل وبهذا الوضوح وبهذا العملية، اذا مدفوعه فلوس. الله يساعدهم، قواهم الله. شلونك حبيبي؟ الله
شو اخبارك؟ حبيبي الله يسلمك. الله يعزك. انا ابو علي. حياك الله ابو علاوي. شلونك؟ شلون شغلكم؟ الله يسلمك. العلوه شلون وضعها؟ والله العلوه مو زين يا خوي. على اوضاع هاي حجي. والله زرع قاعد العالم تجيبه بغالي وتخسر، ماكو لا هاي ولا حتى سوق ماكو. عجيب. اي والله. علوه الرشيد معروف؟ رشيد معروفه ويعني بالمحافظات تجي عليها تتعناها الناس. الله وكيلك. ها شوف العالم قاعده كلها مصفطه وقاعده، لا شغل ولا عمل على هالاوضاع هاي. الزرع موجود. الزرع موجود بس غالي، غالي والبقال ياخذه هم مثل ما يقول ياخذه خطيه، يبقى يوم يومين زين ويجون عليه. المشكله ابو علاوي هي البضاعه ما تستحمل، يعني ما تتحمل اكثر من ما تحمل، كلها بروده وهاي تريد. زين يبقى يوم ثاني يوم يتلف الزرع، يتلف يذب البقال. زين خساره. اي والله خساره. العالم كله تعبان. لا احنا شلون ابو الله ابو علي، بما انه انت ايش قصرك هنا تشتغل؟ حجي من زمان انا هنا. اي يعني من سقوط اللي جاي. اي الفلاح. الفلاح هم يشكي، هم يشكي لا مي لا كيمياء وكل شيء ماكو. زين شلون الفلاح يزرع؟ هذا كله اللي هسه قاعد يجيبونه كله مستورد. زين. اي ماكو، كل شيء ماكو، الفلاح منتهي. هي لو اكو فلاح حتى هذا الزرع المستورد ما حد يقلبه. ليش؟ لان عندنا وما يخرب، زرعنا ما يخرب، مو مثل هذا تجيبه اليوم ثاني يوم بالبيت. هسه انت تاخذ طماطه تاخذ شيل البيت، مو ثاني يوم يقطن بالثلاجه والذبه. أيوة. نفس الشيء. زين ايش يعني يبقى بالجو هذا التعبان؟ زين ايش قد داقها بالدرب؟ ايش قد؟ ايش قد داقها بالدرب وتبقى زين؟ السيطره تريد منه السايق، الغاز يريد منه، كلها تريد من عنده بالدرب، قول يلا توصل لي جاي. زين شو استفاد هذا الملات؟ شو استفاد؟ كل شيء ماكو. زين وناس تاخذ من ناس. هذا اذا غلوا عليه يغلي على البقال، البقال يغلي على المواطن، والعالم تعبانه لا شغل ولا عمل. كيفك العباس؟ ثمن احنا هو احنا يعني احنا انت شباب محافظات. انت راح تشتري مخضر من السوق. ها استادي، وهاي جاي العمال كلها محافظات، كلها جاي يريد يعيش ما قاعد يحصل عيش. زين الله وكيك نايمين هنا خطيه جهال من السماوه، ديوانيه، عماره، بصره، ناصريه، كلها هنا تشتغل على باب الله. زين الله يكون على الله بعد. حياك بعد حبيبي. الله يسلمك. الله يبارك. حبيبي بعد قواك الله حبيبي. شلون عافيه بعد قلب؟ الله يسلمك. الله يسلمك. قلبك الله يخليك. اخوي بغداد. لا والله الحل ان شاء الله. حياك الله. في دول قلب. اهلا وسهلا. خليك بعد قلب. ان شاء الله ماكو فرق. الله يسلمك. لا ان شاء الله. انا اخوان. قلبي. شلون شغلك؟ والله بنعمه نحمد الله على الحكومه. انا مفسوخ عقدي وطبيت للوزاره، نفس الوزاره طبيت. قالوا داخليه. داخليه. طبيت نفس الوزاره، وزاره الدفاع. داخلي له دفاع. دفاع لا دفاع. خوش زين. اخذنا واحد خير من هالعالم في زعلي. زين وشوه هم يعني انا من طيف فلوس. مين انطي فلوس؟ كيف لك الله حصل لك 15000 دفع على العيال؟ يعني مين انطي؟ قلت لهم الله واهل بيتنا خيته رجاله وطببني. زين وزاره الدفاع الله وكيلك للمكتب مال وزير الدفاع. خوش قال ان شاء الله ننظر القضيه. قلت له ما طولت ننظر القضيه، يعني شغلتنا تعبانه. خلينا ورجعنا. هاي من رجعت العالم هاي العوده. خوش خلينا ورجعنا. يا سنه والله يا سنه طبيت. انا بال14 مصاب بيدي هاي. بيدي وبظهري. يعني مصاب؟ مصاب وفايل وديت لهم هيك. الله وكيلك فايل ودي ما في ماكو فايده. هاي حكومتنا شغلتها تعبانه. والله يستر عليهم جاهل حسين جماعتنا اللي نايمين بمجلس النواب. ملينا اخوي وكفيلك الله. اجي اداين كروه كفيلك هذا شوف رب العالمين. والله صار. اداين لكروه، اداين لكروه اروح لهم وماكو كل فايده. جالس نحصل من عندهم فايده ذولا. الله للبيت يسأل القائد، قائد مقتدى الصدر الله يستر عليه بجال حسين ويخلي لنا اياه اللي هججهم مثل الطليان سواهم. ما حلوا فايده ان شاء الله. ما طول موجود القائد ان شاء الله موجود حل. الله واهل البيت بختنا وبخت جيراننا باللي سواها الحكومه اللي لاحظ ولا بخت. يعني ما خفتوا يا عاكشه؟ يعني بشرفك وضعيه هي هاي وضعيه وانا منتسب، يعني انا منتسب بالدفاع. ايش قد بالدفاع؟ ايش قد ضليت؟ 11 سنه انا دوم. 11 سنه وكل شيء قلت لك فايلات هيك وديت لهم. هاي ايدي ورجلي وظهرك وانا راك اياها. 11 سنه وشنو اللي صار وطلع؟ صارت وضعيه تعبانه ونزل. لا مال راح من بالي بالتاجيات طارميه ما طارميه. احنا فرقه 11 خوش ونزلنا مجازين. انا بكتها انصابيت مجاز ومنصاب. جي جي التحقت قال لي وين شنت؟ وين شنت؟ شنو غير منصاب؟ غير مصاب. انا موجوده كتب وموجوده. وقلت لك وزاره وصلت للمكتب وزير الدفاع. اي باو ادري. قلت له يعني هاي جزاها يعني هاي كراميه هاي من الحكومه هاي. الله لا يوفقهم ان شاء الله بجاه حبيب محمد. اللي راح اوصل صوته الله يرضى عنك. ادز المكتب الوزير فدوه القلب موجوده. اعطي فايل والله هيك فايل موجود.
فايلي موجود كامل، مال صابتي مال رسالاتي وماكو فايده. اعطيك تليفون ان شاء الله. إن شاء عندك رقم تليفون؟ هسه حجبك من انا ورقه وكتب. يلا اي والله يلا بك يلا هسه هاي صدفه. ايضا الاخوه يعني عسى يعني عسى انه ينظرون بقضيته. هسه هو بهذا الشكل يعني منتسب يعني هسه حتى ال 11 سنه اللي قضاها وانصاب هم المفروض تنظرون بها لانه من باب العطف والرحمه لشبابنا. ما ممكن يكون بهذا الشكل و11 سنه هيك تروح، مو مستحيل يعني في بلد المفروض به قانون، البلد المفروض الان به قانون حتى تمشي وضعيه الناس، اذا تسمح لي نسميها. وانا بخدمتك، خدمتك ورده ورده، بس احتاجك لازم يعني لازم هذه الصور. طبعا نداء الى الاخوه في وزاره الدفاع مع الاحترام والتقدير لكل الاسماء، لكن امام السيد وزير الدفاع وايضا امام السيد مدير مكتب وزير الدفاع وايضا الاخوه في القسم الاعلامي للنظر بهذه القضيه. عموما نرجع الى موضوع. السلام عليكم، قواكم الله حبيبي، شلونك حبيبي؟ بس اريد نشكي اول شيء نشكي قناه كمال موقره. هذا واجبنا احنا سواق النقل حمل، احنا شريان العراق. تعرف شنو شريان العراق؟ نحمل بوتيته محليه من اربيل، نستيمانيا كلها منتوج عراقي. ممنوع ما يعبر الزرع. يا ابي ليش ما يعبر الزرع؟ قال ممنوع وزير الزراعه. زين وزير الزراعه مو كان ما يشجع الانتاج العراقي؟ هذا كله عراق، الله شاهد. بقول لك هذا عراق عراقي يعني. وهاي شوفها كتب، اشوفك يقول لك من تحكي شاهدك وياك، هاي كلها كتب زراعه مال اربيل عراقيه مصدقه. بس احنا جاي نتعب، جاي نتعب، كلنا نتعب، احنا نتعب. هذا كتاب يعني كتاب وجاي نتعب. هو سايق لا حول لا قوه ترى، والجو حار. ها وهاي كلها شوفها جبايات، ما طب الاربيل الا ب 15000 يعني. اي فاحنا ناشد من قناتكم قوات الامنيه، هلا هلا بالسايق. يعني هو سايق شو محمل؟ هو محمل عراقي، لو بتيته لو بصلوه خيار، يعني هو زرع عراقي. وين احنا نروح؟ وين نطوجونه؟ احنا هاي الكرون نبقى بيها ثلاث ايام، الله شاهد. ثلاث ايام الله شاهد. يعني هناك يعني انت كم حالنا حال كرم سامع كلب، يعني بس اريد نحمل ونرجع. تتلقانا السيطره، يتلقانا ابو الجبايه، يتلقانا يعني ما نعرف شنو هذا السايق، وين يطي وجهه وين يروح. احنا حتى اعمارنا بعد ما تساعد، الله شاهد. لو اللي خلق ادفع عربان، ادفع عربان احسن من السياره. يعني هذا الخس بالشتاء انا محمله تصوير من المزرعه عراقي، اللي هذا ما يعبر مسمم. يعني اكو جندي للسايق مسمم؟ شلون اعرفهم؟ شلون اي ما اعرف، ما اعرف. رقي ما يعبر، بطيخ ما يعبر، خيار ما يعبر، باذنجان ما يعبر، بوتيته ما تعبر. شنو العد وين نروح؟ يعني هذا هنا هسه البوتيته ب 400 يقدر المواطن يعني كله 2 بالفوربع، بس من تعبر يصير ب 800؟ الله شاهد المواطن ما يقدر يعبر. واحنا بعد ناشدكم رحم الله والديك، احنا بخدمتك خدوم مشكورين، رحم الله والديكم. نتمنى يعني وزاره الزراعه صوتنا، احنا ما نطعن بالقوات الامنيه، احنا بصايه الله وصايتهم. نشكر القوات الامنيه، نشكر قوات الحشد، نشكر كل القوات الداخليه، بس هلا هلا بالسايق. هذا كله عراقي، الله شاهد كله عراقي. والتاجر ترى ما يحصل، الله شاهد. وبراء كروه، وبراء عمال، وبراء تلف، وبراء ايجار مكتب. هي بس شنو تقول؟ اي محسوبه. نقول احنا بالعاميه جاي نلزق بيها تلزق. واحنا نشكركم، احنا رحم الله والديك، الله يكون بالعون. تحياتي. ها حجيه شلونك؟ شلونك حبيبي؟ مال الطحين ب 50 زين، وهالنجدي قاعده جدي لي طماطيات منا ومنا. لا حول ها وصفه والله وصفه على البلد. هيك يصير بالبلد هذه تقبلونها انتم؟ ها؟ عشان جايين تسوون هاي السوالف؟ تعالوا يا شمطينا يلا. ها؟ عندنا جهال ايش كثرها؟ وين وين العيشة؟ يلا اعطونا عيشة وخلونا نعيش. ايش وقت استلمت الوجبة؟ ها؟ ما مستلمة كل وجبة ما عندي. ما مستلمين وجبة، كيس الطحين ب 50000. ب 52 هم للعلم. ها؟ اليوم صار ال الطحينة الزينة ب 52. تبع عاد منين نجيب خاله؟ انا حرمه ما عندي لا ريل ولا شو اسمه، حرمه كل شيء ما عندي. كفيلكم الله وعدي ايتام وعدي يا عمي. شوف ها مسواقك منين؟ مسواق من العلوه. طب والله على العلوه. بعد جزاهم الله خير. ايه
هسه هشوفني علاقتي وانا احمد الله والديك يطيني بوتيتايات ويطيني طماطيات بعد سوقين منها منهم هم يطونك اي هم يطوني بعد الطماطه وهذا البوتيتا وهذا الخيار هذا هاي رجيه وهذا بوتيتايات وهذا خيارات مطيني اياهن ما عندي منين اجيبن راتب من الدوله؟ لا ما استلم منين اجيبن؟ يلا اعطونا وانتم هسه جايين تسوون المن جايين عليهم جايين لهم تحمولهم وين الحكومه هي؟ يلا اعطونا حكومه احمد الله والديكم اعطوني اياها بخلوها الحكومه يلا وين هالحكومه؟ يلا عم ظلم موتوا العالم من جوا موتوا العالم ظلم ها؟ بالعباس هاي طفله وياي شوفها جايبتها تعلم تشوف ذيك شوفها ذيك جمع مسواك هناك من نايمها؟ ها؟ شي نايمها؟ هذه والله مصيبة خلاني أسولف وصفة على دولة وصفة على دولة بهذا الشكل تتعامل هذه الطفلة والله والله يعني هذه قصة هذه قصة قصة بألف معنى هذه قصة بألف معنى هسه المفروض المؤسسة الحكومية توقف تكرجل ولو هي ماكو أصلا يعني هذا بهذا الشكل أطفالنا بهذا الشكل في بلد يصدر يوميا 5 مليون برميل نفط زين هذا وضع أطفالنا وشبابنا وأمهاتنا هذا وضع أي هذا واقعنا يعني الآن إحنا ما نخجل من واقعنا اللي وصلنا لهذا المستوى لا طفولة ولا كبير ولا الشاب اللي هو الآن يدور على شغل وفرصة عمل بهذا الشكل حتى على بوتيته وعلى طماطه وصف 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 مدرسة ماكو مدرسة ماكو هذا هاي هسه 6 سنين عمرها وعده وحدة بعدها بدون مدرسة تطيح بها المعلمة وتقتلها ما معنا شنو فقرة يطيحون بها بالطفلة يقتلونها هذيك والله العظيم شفنا وجد منا اخذ لي اسبوعين 3 ايام لما انا اخلص الغموس هذا وتدرين وين اروح اجدد؟ والله بالكاظم اروح اجدد ويي بعد اجدد بالكاظم اقول لها ليتي بعد سبح ابيع وانا مو سبح اجدد من مال الله يعطيكم العافيه الخاطر هاي الاطفال شوفها وبعد عندي اثنين الله يكون بعد بالطحينها تشوفها لا تمنى ولا شايات ولا شكرات عدي من الوادم بعد شو تريد؟ الله يعطيك الصحة والعافية والله واديك والله يستر عليك وصحة وعافية ها تحياتي لك عيني هذه الصورة هذه الله يساعدك حبيبي احكي على الطحين احكي على الدولار الامريكي صار له 5 اشهر ما منزلين الدولار الامريكي هو شنو ها وين تبقوا عليه هي الدولة خرابة صارت كلهم طفروا البرلمان القبة مال البرلمان كلها طفرت ولا بقى واحد ايش وقت ينزلون الدولار ما يصير عمه هذا الحكي تشيس الطحين ب 52 ألف تشتري لك حاجة غالية تشتري لك هاي شوف الطماطية غالية البوتيتا غالية هذول التجار كلهم متأثروا بالدولار الأمريكي كلهم متأثروا كلهم خسائر هذا يجيبه يخسر بيه الموز يخسر بيه لو ما يخسر بس يريد يمشي شغله نص العمال بطلت هاي مال الموز نص العمال بطلت خسر أبو المال خسر يقول لك شو سواني على الدولار أشتري أي على الدولار حبيبي شكرا لك الله يبارك فيك ويسلمك عيني عيني حجية يوم الله يسلمك ويستر عليك والله هذه اللحظات وهذه اللقطات اللي تلاحظوها لو كانت اكو فعلا دوله واكو كانت مؤسسه ترعى حقوق الناس وتقدم لهم المساعده والدعم بشكل واضح وبشكل علني للمواطن ما صار اللي صار بينا الان الكبار جدي والصغار تايهه بالشوارع حمد جدي وصاير الوضع بهذا الشكل يعني أنا أتحدث الآن عن مشكلة بالنسبة لشبابنا بالنسبة لهذه النساء الكبار بالعمر يعني هاي مشكلة يعني هذه اللي توصل بها المرحلة تقول أنا أجدي يا ناس أنا أجدي يعني شوفوا إش قد واصلة مرحلة اللي تلفظ هذه الكلمة لكن من اللي يسمع للأسف من اللي يسمع ومن اللي يستجيب إلى هذه المعاناة وهذه المناشدات شوفوا حتى الفلاح كان في زمن أسرح يقولون تهمها شلون تحكي هالشكل أنا أحكي عن
يعني كان اكو قانون لموضوعة الفلاح على سبيل المثال، الدعم موجود للفلاح، وزارة الزراعة داعمة للفلاح. الآن وزارة الزراعة محطمة ومهدمة لموضوع الفلاح، وزارة الموارد المائية مي شرب للناس ماكو، زراعة شلون؟ القضية إذا تكون بيها إطاحة بهذا الشكل، هذه مو مؤسسة حكومية، هذا شغل مال ناس ما يهمهم الشغل، يعني ما يعرفونه. هذا اللي الآن يأثر على وضعنا العام، يأثر على وضعنا الاقتصادي، يأثر على وضعنا الاجتماعي، اجتماعيا كلها تأثيرات اجتماعية. ولا الآن عندنا الجريمة المنظمة صارت شقد، وعندنا السرقة شقد، وصارت عندنا شقد وأشكال وألوان من القضايا اللي ما كانت مرة علينا أبدا، ما كنا نسمع بيها، اليوم سمعنا بيها، واليوم تطبق على أرض الواقع للأسف. هذه أمور اللي تحز بداخلنا، والله نتألم من نشوفها، نتألم من نشوف شبابنا بشكل يعني بشكل وضغط مسؤولية العائلة ومسؤولية الأهل، حتى الغرض أنه بالكتم شوية يتنفس، عند شغل، عند عمل، عند فرصة أنه يستفاد بيها، لكن أنت ترجع لواقع الحال، واقع متعب ومخزي. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شخبارك؟ أنا حسافوني ساعدهم، شلونك قلبك؟ شخبارك؟ قوك؟ شلون أمورك؟ احنا بخدمتكم. خالي مربط، الله يديمك. انا قبل شويه حكيت على الفلاح العراقي، في زمن كان مدعوم الفلاح، الان وزاره الزراعه تقول لك والله احنا ننطي للفلاح حاصوده، وننطي للفلاح اموال، وننطي للفلاح قروض واشكال والوان، هاي من الوزاره نسمعها. الفلاح فعلا توصل لها لو ما توصل؟ كل شيء ماكو. حلو، كل شيء ماكو. هذا المستورد دام العلاوي دم، واحنا عندنا كل شيء، عندنا علب، وعندنا طماطم، وعندنا فواكه، وعندنا كل شيء عندنا. هاي الباب هسا نسدوها قطعوا رزقنا، قام ما يجينا لا بقال ولا هاي. عنب اللي ينباع ب 750 قام ينباع ب 300 دينار. واحنا مطلوبين كيماوي ومبيدات وتعب، ونجيب ناكل هنا مو سهل، وما لنا علاقه بالشارع العام. هذا شارع خدمي جاي من البياع طالع لهنا، ما لنا شغله بالشارع العام. الباب سدوها انقطع رزقنا. وهذا المستورد كوام، عنب عندنا عنب جاي يجيبون عنب مستورد، تفاح عندنا تفاح جاي يجيبون تفاح مستورد، كل شيء كل شيء عندنا يجيبونه مستورد، وماكو اي دعم للفلاح. طن الكيماوي مليون، زين الكيلو مال العنب 250 دينار، شنو محصولنا؟ على هاي الوضعيه احنا راح نموت من الجوع. يعني تزرعون انتم مساحات هوايه لو زراعتكم اوساط محدوده؟ اوساط محدوده، وعندنا هوايه، عندنا والله عندنا هوايه، عندنا احنا عراقيين نقدر احنا نصدر خارج البلد، ليش يجيبوننا؟ هاي كلها ضد الفلاح، وكلها بصفحه، وسدت هاي الباب بصفحه. هذا الباب ياثر علينا، هذا الباب كل شيء اثر علينا من السماء للقاع، والله العظيم. ما تعرفون من السد؟ الحكومه سدته. من هو؟ هاي جماعه عالم قاموا ينطون فلوس، ما ادري شنو، ما والله ما اعرف. واحنا ما لنا علاقه بالشارع العام، هذا شارع رجال فلاح، وهذا الشارع الخدمي يجي من هناك لهناك، لا يم الشارع العام ولا مسوين ازدحام ولا اي شيء. اي مي عندكم هالسنه لو ما؟ والله مي اكو بس قليل. وين زراعتكم؟ بدي جيل صلاح الدين. اي مي عندكم مسيطر عليه لو قليل؟ والله اسبوع باسبوع، اي سبعة ايام زين وسبعة ايام مو زين. اي فلاح بعد عنده اهتمام للزراعه لو قلت؟ معنوياته جاي تنزل شوي شوي. ايه معنوياته جاي تنزل شوي شوي، يعني حطينا فلوس يا ابو فلوس، ونجي هنا الباب يسدونها علينا، ويجيبوا لنا مستورد هوايه وما ينباع، الزرع ما ينباع. هسه انا من البارحه وقاعد اليوم بالثنتين بالليل ولحد الان هاي سيارتي هسه استوها يلا فرغت. ايه يعني وين نروح؟ كان شنو؟ حملي عنب. سيطرات شلون وياك؟ سيطرات زينه. هي زينه السيطرات. الله يسلمك. تحياتي وسلام لك يا ورده. الله يبارك فيك ويسلمك. الاخوه الله يساعدهم. شوكم حبيبي؟ الجماعه جاي تحاسبون. احنا
ها ما تسولف؟ ها شلونك حبيب؟ شكرك الله حبيب قلبي. شو اخباركم؟ سلمك الله ويحفظك. الله يديمك. انا قبل شويه سولفت ويا الاخوه قلت لهم شنو اللي صار؟ العلوش مو الاوليه؟ قالوا اي مو الاوليه. اول ما حكوا لي على الصبات. العمل اختلف، هذا الشارع خدمي. هو هذا حولي قديم يعني من العلوه انفتحت بال 89 هذا الشارع اول ما فتحت العلوه هو موجود. جو سده وزين، هو الشارع ما مأثر على الدولي، شارع خدمي ما مأثر على الدولي ولا له علاقه بالدولي ولا له علاقه بالازدحام. شارع حولي دائر ما دار العلوه. أذوا العلوة، نص المحلات عزلت، زين هي 225 محل. العلوة هاي مال دولة من 89 ملك الأمانة بغداد. سدوها قيادة عمليات بغداد يقولون اللي سدوا الصبات. كل محل هسه كل محل أقل شيء ب 12 نفر. زين 12 نفر إذا كل نفر وراء ست نفرات هم 216,000 نفر وراها. ما عدا أصحاب المحلات اللي يجون يتسوقون. هسه قامت هو الشارع ضيج هسه، كل هذا الشارع صار عرضه 10 أمتار. زين 10 امتار اللوري يفوت بيهن، ابو الكيه، ابو الكنتر يفوت بيهن، ما قام احد يقدر يجي يتسوق. ابو بشار حبيبي خلي نسولف علني. جماعه مطين دفع زين للصبات، لو قانون صبات ما حد يعرف شنو السبب. جو فرقه 17 وجو عمليات بغداد سدوها. الاداره مال العلوه خاطبوا مرتين ثلاثه، جت قناه همات هنا، جت يمكن حضرتكم قبل هاي المره همات هنا، جت مره مناشدتونا. اداره العلوه خطيه هم العالم هسه، حتى الايجارات العالم ما تقدر تدفع ايجارات للاداره. الاداره متساهله يعني هسه احنا شهر الثامن ايجارات ما شهر يعني مال بدايه السنه ما ماخذيها للعلوه. ما يقدر يدعيك ابو الاداره، ما يقدر يدعيك لان هو ما جاي يلقى لك حال خطيه. قدامه هو ده يشوف الوضع قدامه، فما يقدر يدعي. زين هو ورا رواتب، ورا عالم ضرائب كهرباء، هاي هو يدفعهن. زين العالم ما تقدر تسدد. ابو بشار هسه هو موضوع تجاوز، ما بي تجاوز. باب نظام من 89 ما بي اي تجاوز. تعال احسب ليها من 89 لحد هسه 33 سنه. مو 33 سنه. الملك لله. الامانه بغداد هي هاي الملك. قانونيا أمانة بغداد من 89 16/6 فتحت هاي العلوة من 89 لحد هسه عمره ما صار خلاف على هذا الباب. صار له سنة أذوا العالم من وراه. زين هسه المستثمر متأذي أكثر من عندنا، لأن المستثمر يقول لك ما يقدر يدعك بإيجار، ما يقدر يدعك. هسه يجينا المستثمر يقول لي أعطيني إيجار، أقول له ما عندي لأن أنا ما عندي عمل. على قدامي حالة قدامه دي يشوف عموله ما اكل، زرع قام ما ينباع لا بعموله ولا شيء، والزرع التالف اكثر من اللي ينباع. هسه تفتر العلوه وصور وشوف نص المحلات معزله. زين هذا المعزل المستثمر يقول له تعال اعطيني ايجار، راح يقول له انا معزل اصبر لي. يضطر وراها مشاكل هوايه. يعني انت 225 محل، كل محل اذا بي اثنين شركه هاي 450 شخص. هذول المحلات ما عدا عمالهم، ما عدا هاي عوائل، يعني تحسب لي 16,000 نفر، كل واحد وراه عائله. هاي الناس اللي هسه تعطونها البوتيتا والطماطه وهاي بالباب يا مكتوب. الله يكون سلمك. عن جد سعيد. سلمك الله ويحفظك، اشكرك جدا. سلام لك يا طيب. والله الظاهر عمليات بغداد، يعني القضيه الان اتضحت ان الاخوه عمليات بغداد، لذلك انه نوجه نداء لهم. والنداء للسيد قائد عمليات بغداد السيد احمد سليم، وايضا السيد مدير الاعلام في قياده عمليات بغداد السيد عميد عباس المحترم، مع الاخوه الاجلاء في عمليات بغداد المحترمون. نقدم لكم هذه الشكوى ونضعها امام اعينكم للاهتمام ولوضع حد لهذه الكارثه. خلينا نقول كارثه لانه تاثر على معظم، او تاثر عليهم كلهم، مو معظم، تاثر عليهم كلهم بسبب الكتل الكونكريتية في مدخل علوة الرشيد من 89 لليوم ما مر عليها هذا اللون من الغلق، لكن أغلقت لأسباب أخرى، وأني أقدر أنطيكم الأسباب لكن ما يصير أنطيها علنا، أنطيها أسباب بيها ملف فساد. فأما ضعف القانون والدولة، وأما قوة الدولة والقانون، ما تقبل أكثر من 3 خيارات أو خيارين.
لو انتم تفتحونها او تغلقونها لاجل ماده وتركون القانون، واما القانون هو اللي يكون فيصل واعاده الامور الى طبيعتها وفتح الطريق امام الناس المتبضعين. فعلا 89 ماكو يعني اكو بها اشكال، وهذه ايضا نضعها امامكم وايضا الساده المسؤولين في قياده عمليات بغداد. هذه يمكن المناشدات اللي ندزها لكم، صدقوني واقع حال الان مزري، واقع حال الان يعني بألم، يعني نتحدث عن ألم، لانه فعلا الواقع الان اذا تشوفوه بألم وبمعاناة. هذه الصور وهذه شبابنا اللي الان يشتغلون بالعلوة، يمكن هذا منتج، هذا المنتج العراقي، هذا منتج العراقي اللي موجود عندنا. خلوا نشوف والله المزايد يعني. السلام عليكم، قواكم الله، ان شاء الله زينين، شلون اموركم؟ عن باتنا ذني، عن بات بلد. ها؟ بلد يعني منك. موضوع مستورد ما عندنا؟ لا لا الحمد لله والشكر. كافي بالسوق؟ خير من الله والله. سعره شلون؟ سعره 400 500 بس. الفلاح سوقه مزن والله. اي والله بغير على وين باع اغلى، لان هاي شفت صبات ساده الحلوه مردين على أي. صبات انا جد جدك ما ان شاء الله صبات هذا انا اخو او عادي جدي ايوه عادي ما ان شاء الله لا عاد جد قوي هذا اللسان اي والله ها؟ اي والله انت بس تحت شطك وانا بالشارع اسكت والله مصيبه بالله الكريم والله العظيم اذا جد جدي يجي على مود صبات وما يفتح ما ينشالن غير صبات والحسين ما ينشالن ابد كثروا العلوه بهذلونا هاي عوائل كلها عايشه مكاتب كلها معزه منا عزلت العالم هذول المطاعم كلها عزلت الله وكلها صاحبه عوائل ومحافظات وعايشه هنا زين هي توها هاي السالفه صارت؟ يمكن صار سبع اشهر ثمان اشهر زين بس العالم قطع رزقها كلش دقيتوا الباب على عمليات بغداد قلت لهم يابا ترى اكو كارثه بالعلوه والله حتى وصلنا البيت الله ما انفتح او عادي فد مره معي ايوه عادي فد مره عن باتوا ما تدري الحمد لله والشكر الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك بك ويسلمك. والله احنا وجهنا نداء للسيد قائد عمليات بغداد والان نسولف امامكم للعلن. السيد عمليات قائد عمليات بغداد احمد سليم ومدير اعلام عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية ومدير اعلام الشرطة الاتحادية لواء انور وهاي امامهم والله اذا اتهمهم ما يفتحونها والله ما تنفتح هاي المشكله اللي تلقونها باميري من جوا بعد تحت بعد ما تنفتح تحيات الزراعه تعيوني لا تعيوني ان شاء الله ان شاء الله الناس من خلال قناتكم الموقره وجه لهم القائد عمليات بغداد ومناشده الوزير الداخليه ومناشده الامين بغداد من خلال قناتكم الموقره وجه لهم الندى يعني نترجاهم رجاء اخوي ينظروننا نظره اخويه هاي بوب علوة الرشيد بوب رئيسية يعني كأنما هسه احنا بين اربع حياطين بسجن لا الله يقبل ولا محمد ولا علي الاسلام ما يقبلها بوب علوة الرشيد مسدودة صار خلال سنة ناشدنا اكثر من خمس مرات ست مرات ناشدنا كل الوزارات وزارة الدفاع وزارة الداخلية قائد عمليات بغداد يقول ما عندنا علم بهذا الموضوع ما عندنا علم وين كتبه ورسله زين ورحنا لهم للقيادات رحنا العمليات قيادة بغداد زين وطلعوا لنا ضباط كبار قالوا مو يمنا الشغلة اي والله ورحنا الامين بغداد دخلتوا العمليات نعم نعم دخلنا كنا بينا حوالي 100 زلمة 100 مكتب اي اختاروا من عندنا خمسة اشخاص ستة ممثلين دخلوا الجوة قالوا لهم ما عندنا علم احنا بغلق علوة الرشيد بوب علوة الرشيد يعني علوة الرشيد علوة رسمية الوحيدة ببغداد علوة الرشيد علوة رسمية زين اتصالنا بأمين بغداد ندفع إيجارات اتصالنا بضريبة المهنة رسم المهنة ندفع رسم مهنة بكل شيء احنا ما عندنا اختلاف ليش سدوا بوب علوة الرشيد نريد نعرف السبب ليش شارع قدامه خدمي اي شارع ما ينغلق واللي يقول الشارع ازدحام وينغلق فهذا يكذب
زين واترجاك رجاء اخوي اترجاك رجاء اخوي اطلع برا وصور البوب صورنا من هيا وجهي شفت شلون مغلوق ايش مكتوب هنا تعال وياي شويه رحمه الوالدي والله تحمل وياك انا اجيك اترجاك انا اخوك بخدمتك وين راح ترجع لي الباب لا هسه اشوفك مكتوب قطعه منك مكتوب قطعه علوه الرشيد النموذجيه اي بالضبط هاي بالباب الرئيسي بالباب الرئيسي صورها زين من علوه الرشيد النموذجيه ليش مغلوق البوم مالتها شنو السبب شنو رحنا للمستثمر المستثمر يقول مو يمي يبقى قائد عمليات بغداد رحنا قائد عمليات بغداد يقول مو يمي رحنا للعمين زين هاي احكي لك احنا نروح 50 60 زلمه المكاتب يختارون من عندنا فد 5 6 يطبون جوا العمين يقول مو يمي قائد عمليات بغداد يقول مو يمي الامن الوطني يقول مو يمي وزاره الداخليه تقول مو يمي لا عاد يمن اردفتهم المستثمر يقول مو يمي انا احكي وياك من رخصتك انا صاحب مكتب يومية كل سنه يجوني 40 فلاح 40 فلاح اسالهم السنه يجوني 5 بسبب غلق البوب علوه الرشيد النموذجيه قطعه ورزاقنا حسبنا الله ونعم الوكيل غير هذا الكلام ما نقوله انا بس ادفته من يمك عم ابو من حتى أبو ما زهراء. ابو زهراء صاحب مكتب حياك الله ابو زهراء حبيبي. ابو زهراء الصبات من نجن نزل من فوق من السماء ونزلين الا من السماء بس اردك تفهمني نزل من السماء لو جابتهم قوات امنيه اجتي مفرزه قوات امنيه عديل شرطه اتحاديه اجوا نصبوا الصبات عينك عينك طلعنا عليهم عم شنو هاي قالوا امر جبيها البوب علوه الرشيد تنسد يا بالامر من جاي قالوا من قائد عمليات بغداد رحنا لقائد عمليات بغداد دخلنا جوا يا استاذي العزيز سيدي المسؤول هاي البوب انغلقت بامركم قال ما عندنا علم هاي امانه بغداد رحنا لامانه بغداد نفس الحكي رحنا لوزاره الداخليه نفس الحكي رحنا للامن الوطني نفس الحكي الغلقها من هو بس نريد نعرف الغلقها من هو احتاجك اكمل واحتاجك الله انا بخدمتك الله يبارك فيك ابو زهراء حبيبي بس هذا الكلام الطلعه واناشيد وزير الداخليه ووزير الدفاع وامين بغداد مناشده اخويه مناشده انسانيه ينظر لنا نظره اخويه احنا ناس كسب على باب الله شوف هذا احنا هسه عباره بسجن عباره بسجن ما بس ذاك المدخل مدخل واحد من ناكر الله شاهد ورقيب الساعه بالاربع الصبح لو تجي هنا صايره كربله هنا بقال ما يقدر يطلع ابو عربانه ما يقدر يطلع ابو الستوته ما يقدر يطلع الازدحام ساعتين ثلاثه ما ينفق البقال يقول لك انا راح اشتري من غير حلوه يروح للحلاوي الغير رسميه البقال يروح للحلاوي الغير رسميه يشتري زرع من هناك في سبيل ما يجي هنا بالازدحام وهي حلوه رسميه واتصالنا بأمين بغداد واتصالنا برسم المهنة ورسم الضربة وكلهم دافعين ما حد وقف لي وأناشد مناشدة أخوية خلال قناتكم الموقرة هذا الكلام توصله للجهات العليا الله يحفظك قائد عمليات بغداد راح أخابره هسه أكمل وأدز له مقطع فيديو وأقول له والله الجماعة يقولوا والله أكو بعض الناس المندفعة والمغرضة يقول حلوة الرشيد الشارع السدة كذب ذاك حلوة ذاك الشارع بغداد حلة روح شوفه كل الزحام ما بي خلال الازدحام سبب الازدحام الشارع حفريات مناشدة الأمانة بغداد خل تيجي تشوف خلي تشوف حبيبي خلي تشوف مجسر الوليد روح صوره مجسر الوليد الله وكيلك التريلة تنزل الطخ الله وكيلك وروح شوف الطسات مال الشارع هذا خلال الازدحام ليه ذبوها برقبتنا احنا ناس كسبه على باب الله مناشده قويه توصل هذا الكلام الله يحفظك جزاك الله خير حياك الله عمي شلونك شو اخبارك والله خلي اسولف اول بدايه لان ابو زهراء فتح لنا عده ابواب المتضررين انا هسه اوجه ندائي الى الاخوه في امانه بغداد أمانة العاصمة يا أمانة العاصمة سمعوني أولا الناس إذا مقصرين وياكم أكو إجراء قانوني إذا إيجارات ما تدفع أكو إجراء قانوني
اكو محاسبة قانونية، اكو تواجد ميداني هو اللي يقيم. انا احكي عن موضوع الشارع اللي جينا بيه هسه من جسر، من النزلة مال السريع الدورة وانت جاي لي علوة الرشيد. والله والله يلعب النفس، والله ولا كأنه في بغداد. هذه المليارات عجيب وين تروح؟ التريليونات اللي جاي تصرف وين راح تروح؟ وين راحت؟ جيوب الفاسدين ما انترست؟ تحاربون الناس على خبزتها، يبيع له 10 صناديق 13 صندوق 20 صندوق من الطماطات وبتيتات ومشي وضعه ومشغل ناس وياه. انتم تجبرونه يوقف شغله، زين يوقف شغله ويسبب مشكله ازمه للعمال اللي وياه، والعمال تطلع خارج الطريق وتطلعوا لهم يقولوا والله عندنا ذول الشباب شباب منحرف. كما اشوف له حل وعلاج لموضوعه. عليكم السلام مره. كما اشوف له حل وموضوع سالفته. كما توقف وياه، ما تجي تشوفه هنا ايش محتاج ما محتاج. تخلون الناس تطلع من طورها وتجون تحاسبون. الفلاح تدمروه، وصاحب المكتب تدمروه، والعامل تدمروه. هذه سياسة القمع، وسياسة تكميم الأفواه، وسياسة اسكت لا. هاي شالت، كانت في زمن ما وانشالت. هسه الناس تحكي براحتها. احنا والله يعني من حرصنا ومن خوفنا على مستقبل عوائلنا وناسنا ما جاي نعطيكم الارقام، نعطيكم اياها بالواتساب، ندزيكم اياها. ترى فلان شارع انصرف عليه هالقد، فلان جسر انصرف عليه هالقد، تابعوه. هذا الشارع ما انصرفت عليه مبالغ؟ الشارع العام الرئيسي ما انصرفت عليه مبالغ؟ وين تروح هاي المبالغ؟ لا والله بالمليارات، مليارات. بس احنا ناس بصراحة غير نتحمل، عندنا طاقة تحمل مو طبيعية. نتحمل. وهم اكرر، غلقة الباب بالصبات، هذه مال القانون، شيلوها من بالكم. سالفة قانون وسداب بإجراء قانوني هاي خلي نكترها على صفحة، خلي نسولف بالمنطق والعقل. هاي شغلة فليسات وبيها دفع هواية. ومثل ما قالوا لو جد يجي ما يفتحها، وفعلا فلوس مدفوعة هواية لهذا الموضوع. وأحكيها وأمام الناس وأمام الكل، لأنه أعرف مصادر اللي موجودة الآن أبلغوني بهذه التفاصيل اللي الآن موضوعة الصبات. هذه تشجع على الانحراف وتشجع الناس على الفساد والناس تطلع عن طورها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد ركابي وواحد من الناس يوميا على زاكروس تي في الساعة 9 الصبح، ولعادة الساعة 4 العصر، والساعة 12 بعد منتصف الليل. والزملاء اللي رافقون اليوم بهذه الحلقة الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور عمر ستار. نشوفكم باكر بخير وسلامة. إلى اللقاء.